فلوج النهاردة في المطرية، وده أهم يوم في السنة، 15 رمضان. اليوم ده المطرية كلها بتتجمع عشان يفطر مع بعض. تعال عايشكم اليوم معايا بقيادة عبد الرحمن موحي. قررنا نطلع سطح عمارة عشان نشوف الأجواء من فوق عاملة إزاي. صرت صيامي على بلح من ايد القمر دي. تسلم ايدي. وفعلا الناس كلها كانت مبسوطه من قلبها، بس كانت الشوارع زحمه قوي من العدد. وبجد شكرا على الحب اللي شفته في عيونكم وعلى الترحيب التحفه ده. ورمضان في المطريه حاجه تانيه.